الكلاب مكانها فين؟ شارع المشروع كل الفوزية ما بتتشكلش. يا حاجة أنت لما رحت قال لك إيه؟ قال لك مالكوش عيب. جميل. بالبطاقة اللي معاك دي؟ وأنا كنت متوفى. على فكرة قال مفيش عيش ومفيش عيش دعم اللي هو الثلاثة بيتلمى فيه. يعني منع الأولاد الكبير. ولا في ألف فلوس ولا في ألف التوميه. رحت يا حاج قال لك ايه؟ انا رحت له. تمام. دلوقتي بقول لك بكره يصرفوا من بكره. انا كنت بني النهارده. تاني يوم لازم نجيب اذن. لازم يجيب اذن وهنا ما بيدوش. هو ما عندوش عيش. ما بياكلش ويشرب. عاوزين اذن وهنا ما فيش اذن اهو.